عليكم يا أبطالي، كيف حالكم؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. نحن اليوم في حصة جميلة وممتعة، إنها حصة اللغة العربية، لغة الضاد والقرآن. وباللغة العربية ندرس الحروف. أحسنتم يا أبطال. والآن قبل أن نبدأ حصتنا الجميلة، أريد أن أذكركم كيف نحمي أنفسنا من فيروس كورونا. كيف نحمي أنفسنا يا أبطال؟ أولاً يجب ترك مسافة أمان لسلامتنا. ثانياً علينا لبس القفازات، وعلينا لبس الكمامة. ذلك الفيروس الخطير أطفال الصغار الذي جعلنا أن نجلس بالبيت ولا نزور بعضنا البعض ولا نذهب إلى المدرسة. أتمنى من الله تعالى أن يزول هذا الفيروس ونعود إلى المدرسة التي اشتاقت إلينا. مدرستنا مدرسة صناع الغد. تتمنى منكم أن تهتموا بأنفسكم جيدا يا صغاري، وأن تبقوا في المنزل، وأن تمارسوا أنشطة مفيدة. والآن أولا، ما اسم دولتنا؟ دولة الإمارات العربية المتحدة. وكم عدد إماراتها؟ 7 إمارات، وهم أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة. أحسنتم يا أبطال. من يحب الألغاز؟ هل تحبون الألغاز يا صغاري؟ نعم، هيا بنا إلى اللغز الأول. حيوان يبدأ بحرف الزاي، وله رقبة طويلة، ويأكل أوراق الشجر، فما هو؟ إنها زرافة. أحسنتم، أنتم رائعون. اللغز الثاني تبدأ بحرف الشين، أوراقها خضراء وجذعها بني، وهي رمز عام التسامح، فما هي؟ إنها شجرة الغاب. أحسنتم. واللغز الثالث والأخير تبدأ بحرف السين، وتعيش في الماء، وتتنفس بالخياشيم، ونأكلها مشوية أو مقلية، ما هي؟ إنها سمكة. أحسنتم. هل تحبون السمك؟ نعم. هل تحبونه مشوي أم مقلي؟ نحن نحبه مشوي، وأيضا في من يحبه مقلي. أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. ماذا تشاهدون أمامكم بالشاشة؟ ما هذه؟ إنها صحراء، صحراء الإمارات العربية المتحدة الواسعة. ما هي مقولة الأب المؤسس عن الصحراء يا أصدقائي؟ أولاً، من هو الباني المؤسس؟ من هو؟ إنه الشيخ زايد رحمه الله، هو الباني المؤسس. وما هي مقولته عن الصحراء؟ ماذا قال؟ هل تذكرون؟ نعم، قال: لقد علمتنا الصحراء أن ننتظر طويلاً حتى ينبت الخير. أحسنتم يا أبطال، وقيمة الصبر هي مهمة جداً لنا، ويجب علينا جميعاً أن نتحلى بالصبر. والآن، كم عدد أيام الأسبوع يا أبطال؟ هل تعرفون؟ هيا فكروا. نعم، 7 أيام، وهم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. أحسنتم. واليوم هو يوم الاثنين. أنتم رائعون يا أبطالي. هيا بنا جميعا لنتذكر بعض الكلمات البصرية. أولاً، ما هذه الكلمة؟ شمة، تمشط، شعرة، الدمية. ما هي الجملة البصرية؟ شمة، تمشط، شعرة، الدمية. أحسنتم يا أبطال.
هيا بنا لنحلل الكلمات إلى مقاطع وحروف. كلمة سوق، هل تسمعون في كلمة سوق؟ مقطع مد، هل تسمعون مقطع مد في كلمة سوق؟ نعم، أين هو مقطع المد؟ سو، سو، حرف السين مع مد بالواو، أحسنتم، والحرف الأخير هو حرف القاف، أحسنتم يا أبطال، وبارك الله فيكم. الكلمة الثانية كلمة أسد، هل تسمعون في كلمة أسد صوت مقطع مد؟ لا لا لا، هل تشاهدون حرف فوقه علامة سكون؟ لا لا لا، هل تشاهدون مقطع ساكن؟ لا لا لا، أنتم أبطال، إذن هيا نحلل كلمة أسد. الهمزة وفوقها حركة الفتحة وصوتها أحسنتم، حرف السين وفوقه على حركة الفتحة وصوته س س س، وأخيرا حرف الدال، هي كلمة أسد، أحسنتم يا أبطال. كلمة موز، موز، هل تسمعون صوت مقطع في كلمة موز؟ لا نسمع، أحسنتم، لا يوجد صوت مقطع مد، ولكن ماذا تشاهدون؟ نشاهد علامة السكون فوق حرف الواو، وهنا يوجد مقطع ساكن، حرف الواو ساكن مع الحرف الذي قبله، وهو يصبح لدينا مقطع ساكن مو، والحرف الأخير هو حرف الزاي، أحسنتم يا أبطال. والآن أريد منكم أن تلفظوا لي بعض الحروف التالية، ما هذا الحرف؟ حرف الدال، حرف الذال، حرف الراء، أحسنتم، حرف الزاي، حرف السين، وحرف الشين، أحسنتم يا أبطالي، بارك الله فيكم جميعاً. هل تستطيعون أن تذكروني يا أطفال الصغار بالحركات القصيرة؟ ما هي الحركات القصيرة؟ حركة الفتحة والضمة والكسرة، أحسنتم، أنتم رائعون يا صغاري، بارك الله فيكم. والآن ماذا تشاهدون أمامكم؟ ما هذا؟ إنها استراتيجية فكر زاوج شارك، هل تحبون هذه الاستراتيجية؟ نعم نعم أنتم أبطال، هيا بنا. أولا ما هذا الحرف؟ حرف الذال مع حركة الضمة وصوته ذو ذو ذو، أحسنتم، وهذا الحرف حرف السين مع حركة الفتحة وصوته س س س س، أحسنتم، وأخيرا حرف الزاي مع حركة الكسرة وصوته زي زي زي، أحسنتم يا أبطال. وهنا ما هذه الصورة؟ ما هذه؟ إنها سمكة، هل تحبون السمك؟ نعم نعم، سمكة تبدأ بحرف السين، حرف السين هنا ما حركته؟ س سمكة، س س سمكة، حرف السين مع حركة الفتحة، ها هو حرف السين. والسمكة أين تعيش؟ تعيش في البحر وتتنفس بالخياشيم، أحسنتم يا أبطال. وهنا الصورة الثانية، صورة ما هذا؟ إنها ذرة، ذرة، هل تحبون الذرة؟ نعم نعم، ما لون الذرة هنا؟ لونها أصفر، كلمة ذرة تبدأ بحرف الذال، حرف الذال مع حركة الضمة، أحسنتم يا أبطال، هو حرف الذال مع حركة الضمة، أنتم رائعون. وأخيرا حرف الزاي، حرف الزاي، ما هذه الصورة؟ إنها زينة، 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 تبدأ بحرف الزاي وحركته حركة الكسرة، وصوت حرف الزاي مع حركة الكسرة زي زي زي، أحسنتم يا أبطال، وبارك الله فيكم. ماذا تشاهدون هنا؟ ما هذه؟ إنها
دراجة. دراجة تبدأ بحرف حرف الدال مع حركة الفتحة أم الضمة أم الكسرة. حرف الدال مع حركة الفتحة ها هو وصوته ده 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 ده. أحسنتم يا أبطال. وما هذا؟ ماذا تشاهدون؟ ماذا تشاهدون؟ إنه رمان. رمان يبدأ بحرف الراء، وحرف الراء هنا ما حركته المناسبة؟ هل هي الفتحة أم الضمة أم الكسرة؟ حرف الراء مع حركة الضمة. أحسنتم يا أبطال. وصوته رو 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 رو. أحسنتم. وهنا أخيرا ماذا تشاهدون؟ إنه شراع. شراع يبدأ بحرف الشين، وحرف الشين هنا ما حركته؟ ما حركته المناسبة؟ هل هي الفتحة أم الضمة أم الكسرة؟ حرف الشين مع حركة الكسرة وصوته شي 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 شي. أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم. وهنا ماذا تشاهدون؟ ما هذا؟ إنه مهندس. مهندس، ماذا تريدون أن تصبحوا يا أطفال الصغار في المستقبل؟ ماذا تريدون؟ من يريد أن يصبح طبيبا، ومنا من يريد أن يصبح مهندسا، ومنا من يريد أن يصبح معلما. أحسنتم يا أبطال، أنتم جميعا رائعون. كلمة مهندس، هل تسمعون في صوتها حرف السين؟ نعم نعم، أين يوجد حرف السين في كلمة مهندس؟ في آخر الكلمة، ها هو حرف السين في آخر الكلمة منفصل. أحسنتم يا صغاري وبارك الله فيكم. والآن من يستطيع أن يذكرني بأنواع المدود؟ هيا فكروا يا أطفال. أنواع المود الثلاثة: مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. أحسنتم وبارك الله فيكم، أنتم جدا رائعون. والآن أريد أن نلفظ مقاطع المد التالية. هيا يا أبطال، ما هذا المقطع؟ مقطع سا. سا يوجد بداخل المربع. أحسنتم، ما هذا؟ إنه مربع. مربع من الأشكال المستوية التي درسناها في بالرياضيات يا أطفالي. وهذا مثلث. مثلث وبداخله مقطع مد ذو. أحسنتم. وهذه دائرة وبداخلها مقطع مد دي. دي. أحسنتم يا أبطال الصغار، أنتم جدا رائعون. نريد أن نحدد مقاطع المد في الكلمات التالية. ما هذه؟ إنها ساعة. 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 ما أهمية الساعة يا أبطال؟ ما أهميتها؟ نعرف بها الوقت. نعرف بها الوقت. هل تسمعون صوت مقطع مد في كلمة ساعة؟ نعم نعم، إنه مقطع المد سا. سا. أحسنتم يا صغاري وبارك الله فيكم، أنتم رائعون. وهنا ماذا تشاهدون؟ إنها زرافة، رقبتها طويلة. إنها زرافة. هل تسمعون صوت مقطع مد في كلمة زرافة؟ هيا فكروا، هيا يا أطفال. نعم نعم، مقطع مد را. را. أحسنتم يا أبطال. وهنا ما هذا؟ ماذا تشاهدون يا أبطال في هذه الصورة؟ يوجد مجموعة من الخضار والفواكه والحليب. هل هذا هو غذاء صحي؟ هل هذا هو الغذاء الصحي؟ نعم نعم، عليكم يا أبطال الصغار أن تتناولوا الغذاء الصحي لكي تحموا أنفسكم من الأمراض. غذاء، هل تسمعون بها صوت مقطع مد؟ نعم نعم، مقطع مد ذا. ذا.
أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم جميعا. والآن ذهبنا إلى القفل والمفتاح. هل تحبون القفل والمفتاح؟ نعم نعم. يوجد بداخل القفل الأول حرف. ما هذا الحرف؟ حرف الزاي. حرف الزاي مع حركة الفتحة وصوته ز ز ز ز. أحسنتم. ولكن حرف الزاي هنا يبحث عن مفتاح لكي يفتح هذا القفل. أين هو المفتاح؟ هل هو مفتاح الأول تمساح أم المفتاح الثاني ز ز زرافة؟ زرافة. تذهب إلى حرف الزاي مع حركة الفتحة. أحسنتم. والقفل الثاني يوجد بداخله مقطع مد سا سا سا. أحسنتم. يذهب إلى المفتاح الأول كلمة تمساح، يوجد بها مقطع المد سا في وسط الكلمة. أحسنتم يا أبطال الصغار، أنتم جدا رائعون وبارك الله فيكم. لقد درسنا بالأمس يا أطفالي للتعريف، وقلنا وهنا للتعريف تنقسم إلى قسمين وهما اللام الشمسية واللام القمرية. والآن أريد منكم أن تستمعوا معي إلى هذه القصة الجميلة الممتعة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك عائلة تدعى بأل التعريف التي درسناها بالأمس. رزقت هذه العائلة بتوأم ذكور، وكما نعلم يا أحبابي أن التوأم عادة ما يكون متشابهين، وأطلقوا عليهم اسمين جميلين. الاسم الأول شمس. ماذا سموا الأول؟ شمس. وسموا الثاني قمر. ها هو قمر. وجلب لهم الأب ألعابا ليلهوا بها، وكان عددها 28 لعبة عبارة عن الحروف الهجائية. ولكن هل تعلمون ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد نشب نزاع بين الإخوة التوأمين، فكل منهما يريد أن يأخذ حروف الآخر. عندما تدخل الأب لفض هذا النزاع فقسم الحروف الهجائية إلى قسمين، 14 حرفا للشمس و14 حرفا للقمر. واليوم سوف نأخذ الحروف الشمسية، ودرسنا اليوم هو اللام الشمسية. اللام الشمسية يا أبطال الصغار حروفها هي حرف التاء وحرف الثاء وحرف الدال وحرف الذال وحرف الراء وحرف الزاي وحرف السين وحرف الشين وحرف الصاد وحرف الضاد وحرف الطاء والظاء واللام وحرف النون. أحسنتم يا أبطال، هذه اللام الشمسية نكتبها ولا ننطقها، والحرف الذي يأتي بعد هذه اللام يكون مشددا. وهذه الأسماء، هذه اللام تدخل على الأسماء التي تبدأ حروفها بهذه الحروف التي ذكرناها. والآن أمثلة على اللام الشمسية، انتبهوا معي يا أبطال. كلمة رجل، ر ر رجل. كلمة رجل حرف الراء من الحروف الشمسية. عندما نضيف لكلمة رجل للتعريف ماذا تصبح؟ ماذا تصبح الكلمة؟ الرجل. الرجل أضيفت للتعريف مع حرف اللام الشمسية مع حروف الشمسية حرف الراء، فأصبح الحرف الأول فوقه شدة. ها هو حرف الراء عليه علامة الشدة. أحسنتم. وكلمة تمر
عندما نضيف لها للتعريف فتصبح التمر. التمر. اللام الشمسية كتبت ولم تلفظ، والحرف الذي يأتي بعدها يأتي فوقه علامة الشدة. أحسنتم. كلمة ديك عندما نضيف لها للتعريف تصبح الديك. الديك. كتبنا حرف اللام الشمسية ولم ننطقها، وجاء الحرف الذي بعدها فوقه علامة الشدة. أحسنتم يا أبطال. والآن كلمة بطة تبدأ بحرف شمسي، هل هذا صحيح؟ حرف الباء هل هو من الحروف الشمسية؟ لا لا، إنه ليس من الحروف الشمسية. عندما نضيف إلى كلمة بطة للتعريف، هيا استمعوا، البطة. البطة. حرف اللام هنا نطقت، ولكن اللام الشمسية لا تنطق، تكتب فقط. أحسنتم يا أبطال. وأخيرا أطفال الصغار، واجبات المنزلية، أريد منكم أن تنسخوا الحروف الشمسية وترسلوها لي على بوابة الـ LMS. وأتمنى لكم يوما سعيدا يا أبطال الصغار، وبارك الله فيكم جميعا، وأتمنى أن أراكم قريبا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.